الخناقه الوحيده اللي ممكن تحصل اليومين دول ان هم مثلا يتقابلوا في الساحل فيتخانقوا مين اللي هيدفع الشيك اللي هو عليا انا المره دي. لا والله العظيم ما يحصل. الاستاذ كيكو اللي نفسه حد يشرح له شويه معلومات اخيرا ظهر امبارح على قناه نادي الزمالك بعد غياب شويتين كده. قناه الزمالك بصراحه كان بقى لها كام يوم بتجيب لنا شويه رطش يعني شويه كسر كده بيطلعوا لنا على القناه وكانوا كنت حاسس انها خطه مقصوده بصراحه عشان يبوظوا لي المحتوى بتاعي وكله محتواي وبتاع، بس الحمد لله ان هم رجعوا بالسلامه. الاستاذ كيكو رجع وفي اخبار حلوه ان الحاج محمد رجب راجع والاستاذ ايهاب الفيله راجع والاستاذ عبد الشافي راجع بعيدا عن الاستاذ صبحي عبد السلام وحش الفيزياء اترفد، احنا متفقين على المبدا ده بس نسيله في يوم من الايام يرجع. ويا ريت لو سمحتوا عشان تبقوا كملتوا جميلكم يعني ابقوا شوفوا لنا ابو كيكا نقيب السياحه عشان والله العظيم وحشني بقاله حبه برده مختفي. المهم خلينا اوريكم الاستاذ كيكو كان بيقول امبارح على قناه الزمالك وبعدين نرجع نكمل كلام. مالك كريم نادي الزمالك كمسؤول كمرشح كنت عايز تبقى رئيس عايز تبقى يا عم مش هتبقى هي على السوشيال ميديا، الخناقه مش على السوشيال ميديا يا عم، يا عم الموضوع انا اكبر من كده بكتير، قضيتنا اكبر من كده بكتير، قضيه نادي الزمالك اكبر من كده بمليون مره، قضيتي يا باشا في قضيتي في العدل، قضيتي في غياب العدل، مفيش عدل لنادي الزمالك، وقالوا هم يسموها مظلوميه ويسموها ان احنا عمالين نعيط وعمالين نتكلم، لا يا باشا تعالى شوف الارقام هنا وشوف الارقام هنا، تعالى شوف زيزو اللي عليه الخناقه دي اللي العالم كله دلوقتي بيتكلم على زيزو، مفيش اعلامي واحد طلع قال لك ازاي زيزو ما عملش اعلان، هو اصل زيزو لو عمل اعلان وخد له 5 مليون زي الهارب الخاين ما كانش امبارح راح عشان خاطر له مستحقات عشان جاي له عرض عشان الراجل عايز فلوس. ما هي دي القضيه اللي بنتكلم فيها، ما هي دي القضيه ان واحد عنده جبل دولارات وعنده رعايه جبال رعايه وعنده جبال اعلانات وعنده فلوس قد كده وبيقول لك انا عندي مشاكل وعندي ازمات، والتاني اللي ما عندوش ب 10 جنيه رعايه ولا عنده ب 10 جنيه اعلانات ولا عنده ب 10 جنيه فلوس بيتحارب وبيتهاجم وبيتقطع وبتتقطع فروته من الكبير قبل الصغير، من اللي له فيها من اللي مالوش فيها من اللي له لازمه واللي مالوش لازمه. ما هو نادي الزمالك كل الناس دي بتنهش في نادي الزمالك، وانا قلت لك ماليش دعوه باشخاص دلوقتي احنا بنتكلم على نادي الزمالك، انت ليه بتنهش في نادي الزمالك؟ كل من هب ودب دلوقتي طالع يتكلم على مشكله زيزو وعايز يصدر مشكله زيزو، يا عم موضوع زيزو خلاص نقطه من اول السطر، الناس قالت لك زيزو مش ماشي وطلعوا بيان رسمي ووالد اللاعب جه واللاعب جه، سواء بقى كانت رغبته عايز يمشي سواء رغبته عايز يحترف، خلاص الراجل ملتزم بعقد مع نادي الزمالك قاعد مع نادي الزمالك مكمل، تطلع انت بقى تصدر لي مشاكل ليه؟ تقدر تعمل ده مع النادي الاخر؟ تقدر تتكلم على خناقه كهربا مع اي مع اي لاعب في نادي في نادي الاهلي؟ تقدر تتكلم على مشكله بيقولوا لي حد كان بيكلمني امبارح بيقول لي ان امام عاشور اتخانق مع رامي ربيعه او ما شاف مش عارف فين حصلت مشكله، حد جاب سيره الكلام ده؟ يا باشا لو هو غلط اطلع قول ان هو غلط، يعني لو هو حصل ما حصلتش خناقه بين امام عاشور وبين رامي ربيعه ولا بين حد اطلع قول لي ان حصل حاجه غلط، لكن تقدر تناقشها؟ والله ما تقدر، لان انت خايف منهم وخايف من كتايبهم وخايف من اعلامهم وخايف ان انت تقعد في البيت، خايف ايوه انت ما حدش يقدر يواجههم، انتوا بس انتوا يعني بتسنوا الاسلحه بتاعتكم ومشطركم قوي وشاطرين قوي على نادي الزمالك، بالذات لما يبقى نادي الزمالك عنده دروب او نادي الزمالك عنده تعثر او نادي الزمالك في كبو او نادي الزمالك في محنه، فالسكاكين بتكتر، وده عمره ما كان دور اعلام، عمره والله، عمره ما كان كده، ونادي الزمالك ده يعني نادي مصري، نادي بيمثل مصر، والله ده مش من دولة تانية، والله نادي الزمالك مش من دولة في الجوار يعني مش جايبينه من قارة تانية، ده نادي مصري بيمثل مصر، وأكتر نادي بيرفع اسم مصر في كل الألعاب واليد خير دليل على ده، بقول لهم هارد لك النهاردة طبعًا الهزيمة في المباراة التانية، لكن أنتوا رجالة وإحنا كلنا واثقين فيكم وإن شاء الله بإذن الله بكرة تكسبوا وتتأهلوا بإذن الله. طيب استاذ كيكو هنا اتكلم في نقطتين مهمين جدا وانا هرد على النقطه الثانيه الاول، النقطه بتاعت انتوا ليه ما بتجيبوش اخبار النادي الاهلي؟ يعني انا مثلا في امبارح حد قال لي ان امام عاشور ورامي ربيعه باين اتخانقوا. استاذ كيكو يا عيني ما يعرفش ان احنا اجازه اصلا، يعني اللعيبه اصلا اجازه في الساحل، يعني الخناقه الوحيده اللي ممكن تحصل اليومين دول ان هم مثلا يتقابلوا في الساحل فيتخانقوا مين اللي هيدفع الشيك اللي هو عليا انا المره دي، لا والله العظيم ما يحصل يا ام عيب ده انت جديد وبتاع اللي هو يعني ده انا كابتن فريق برضه، يعني دي الخناقه الوحيده اللي ممكن تحصل بين الاثنين لعيبه، يا عيني الراجل يا عيني اصلا ما يعرفش ان كولر في بلده واللعيبه اللي قاعد في الساحل واللي قاعد في بيته واللي سافر مش عارف فين، بس يعني اكيد كده انت مش عايز حد يشرح لك شويه معلومات، ده انت عايز حد يعمل لك نفق جديد يبتدي يبعت لك منه معلومات على طول عشان الموضوع بايظ خالص. قالك ولا انتوا خايفين منهم خايفين من كتايبهم ما تقدروش تتكلموا عليهم حتى لو غلط، حتى لو غلط اطلعوا قولوا لا الخبر مش صحيح. كيكو لو حد طلع قال الخبر ده هيتقال عليه عبيط، فعشان كده محدش بيطلع يتكلم في القصص دي لان معروف ان لعيبه الاهلي كلها اجانب، بس ما علينا من القصه دي مش موضوعنا، خلينا نرجع على النقطه الاولانيه، نرجع النقطه الاولانيه بتاعت احمد السيد زيزو، وانك طبعا بعيدا عن الصياح عشان انت بس يا عيني قلت قعدت تقولوا بمظلوميه ومش عارف ايه، لا احنا بنسميه صياح ما بنسموش مظلوميه، يعني احنا لما بنسمع الكلام ده بنقول عليكم بتصيحوا ودي بتبقى حاجه حلوه عامه مش حاجه وحشه، يعني انت لو بتحب تصيح كمل صيح عادي، بس ما تفتكرش ابدا ابدا انك هتقرب من منصب نقيب الصياح، لو نقابه الصياح عملت انتخابات نقيب الصياح الحالي هيبقى باقي ويتمدد وهياخد المنصب تاني وتاني وتالت، نقيب الصياح الكابتن ابو كيكا هو اكتر واحد صياحه في مصر فما تحاولش تعمل فيها زيه، ماشي عشان بس نبقى متفقين. المهم يا صياح يا حبيبي طبعا مش نقيب الصياح لان نقيب الصياح خلاص هو حتى لو في انتخابات قامت في نقابه الصياح هو هيكسب منصب النقيب مره واثنين وثلاثه ويعني اعتقد ان مفيش منافسه. المهم عشان يعني اريحك من الموضوع ده ونخلص القصه دي، انا مش هقعد بقى كل مره احكي لك قصه الرعايات وارجع اقول لك
بص مش عارف الرعايات ايه ولازم يبقى عندك منتج، وما ينفعش ان انت تبقى تيجي من سنتين ثلاثه تنسحب من ماتش ديربي عشان تقول معلش اصل العيال على كوبري اكتوبر اتزنقت وعايز تنزل تعمل حمام، وبعدين تيجي بعدها بسنتين تقول لي لا اصل انا هنسحب من ماتش كاس السوبر عشان اخد كاس الكرامه احطه في دولاب البطولات جنب بقيه البطولات طبعا اللي انتوا بتاخدوها. يعني في قصص كده مش هقعد احكيها لك كل فيديو، بقى ارجع انت اتفرج على اي فيديو قديم هتفهم لوحدك، انت حلو وشاطر وما بتفهمش بس يعني في امل. المهم يا كيكو ان لما نيجي نتكلم بقى في القصه الثانيه بتاعت ان زيزو، احنا مش قلنا يا جماعه خلاص ان الراجل مش للبيع والموضوع خلص، انتوا ليه بتتكلموا في الموضوع ده؟ فانت عندك حق في دي، انت عندك حق بصراحه. فخلينا نشوف مين الاعلامي الوحش اللي كان بيقول ان في اخبار وحشه عن زيزو وان زيزو هيمشي، ونرجع نكمل الكلام. فمش هينفع تفرط في لعيب زي ده، مش هينفع، هتبقى بتنتحر كرويا. نادي الزمالك السنه اللي فاتت بزيزو خدنا الثالث وكانت الامور صعبه، دخلت تشيل زيزو من التيم اللي موجود دلوقتي، لان انت شكلك مش هتعرف تعمل صفقات جديده، يبقى ده اسمه انتحار كروي. دي برده رساله من الرسائل اللي انا بوصلها لمجلس الاداره. ده باختصار انا سامع اخبار كمان مش حلوه ان خلاص الموضوع بيخلص بالنسبه لجمهور الزمالك، خد بالك مش حلوه بالنسبه لجمهور الزمالك، ان الموضوع خلاص بيخلص، وفي رسائل ان زيزو هيمشي. فانا قلت وجهه نظري لمجلس الاداره ان انت تعتبر لو بعت زيزو بتنتحر كرويا في النادي، والظروف هتبقى صعبه جدا جدا جدا. خد بالك كل الانديه مدعمه. كابتن اي كيو انت بتحب الزمالك يا كابتن اي كيو، ليه كده يا كابتن اي كيو؟ انا بحاول على قد ما اقدر يا جماعه ان انا اهدي النفوس مبدئيا، فانا بدعو لجلسه ما بين الكابتن كيكو اللي عايز حد يشرح له شويه معلومات، والكابتن طارق اي كيو السيد صاحب تاني اعلى معدل ذكاء في مصر، ومحتاجين قعده كده ما بينكم وتقولوا لنا يا جماعه الخبر النهائي، هل زيزو مكمل ولا مش مكمل؟ عشان لو سمحتوا كله للزمالك بعد اذنكم يعني. يعني انا عارف ان القعده ما بينكم هتبقى صعبه شويه، لان واحد بيطلع يقعد طول الحلقه يقعد يقول لك لا كله الا المستشار وبتاع، ويعني اعتبرونا ان احنا ما بندعمش اشخاص، احنا بندعم النادي، والتاني بيقول لك مجلس الاداره ده ابن وابن 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 ومفروض يمشوا كلهم. فالقعده بينكم برضه هتبقى حلوه قوي. يعني حاولوا يا جماعه على قد ما تقدروا ان انتوا تشوفوا حته وسط كده تقعدوا فيها، وبعدين بيقولوا لنا هو زيزو قاعد فعلا ولا زيزو هيمشي، لان في الحالتين بصراحه يبقى الموضوع كوميدي، يا اما هيقعد فيبقى قاعد وهو متقدر ومش مبسوط وما بيلعبش باحسن مستوياته وهيبقى حاجه حلوه برده، يا اما هيمشي وهتشوفكم انتوا بتصيحوا وبتعيطوا وتقعدوا تقولوا بعد كده يا ريتنا كنا سيبناه، قال يعني هي فلوس زيزو اللي هتحل لكم الدنيا، كنتوا حليتوا الدنيا بال 7 8 مليون دولار اللي دخلتوهم السنه دي، غير شويه الفلوس اللي بالمصري لما بعتوا شويه لعيبه هنا في الدوري المصري. يعني الايام جايه وهنتفرج، ما اعتقدش ان احنا هنغلب في الموضوع ده. ولو سمحت يا كيكو ما تنساش تبقى تنده نقيب السياح يطلع يعمل له حلقتين ولا حاجه، عشان والله العظيم وحشني. تسلم يا كيكو حبيبي.